مرحبا فيكم في ترند. تداولت المواقع الإخبارية دراسة حديثة تبين فيها أن ترك معجون الأسنان لفترة أطول داخل الفم يمنحه الفرصة لإحداث تأثيره الإيجابي على صحة الأسنان. بعد هذه الدراسة مشاهدينا علق مجموعة من الأطباء عليها ونصحوا الجميع بيبقى المعجون داخل الفم لفترة أطول بعد غسل الأسنان بالفرشاة وعدم التعجل في شطفه بالماء. بدورنا في برنامج ترند سألنا طبيب الأسنان جابر عماد عن هذه الدراسة، خلونا نتابع شنو قال. النصيحة الطبية عن موضوع الغسل أو المضمضة مباشرة بعد تفريش الأسنان. من ضمن مكونات معجون الأسنان هي مادة الفلورايد، ومن أهم فوائد مادة الفلورايد هي تقوية الأسنان، تقوية طبقة المينا على الأسنان، يجعلها أكثر مقاومة للتسوسات المبكرة ويجعلها أكثر مقاومة للحمضيات. ويعتبر مادة الفلورايد في المعجون مضادا للبكتيريا، وأثبتت عدد من دراسات كل هذه الفوائد اللي ذكرناها. فإحنا نحتاج نستفيد من هذه المادة الفلورايد اللي موجودة في المعجون. فالنصيحة الطبية هي عدم غسل أو مضمضة مباشرة بعد التفريش، وفقط إخراج البقايا المعجون اللي في الفم عشان نستفيد من كل هذه الفوائد عشان نحافظ على صحة. مقطع فيديو حقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة على تطبيق تيك توك يوثق اللحظة مؤثرة لأب أمريكي ينهار باكياً بعد علمه بتضحية ابنته بالتبرع بكليتها له سراً رغم رفضه الفكرة مراراً من قبل. خلونا نتابع. Oh my God. Are you kidding me? Oh. من أكثر المقاطع المؤثرة والمتداولة عبر مختلف المنصات الرقمية مقطع لرجل يبلغ من العمر 78 عام تخرج من الكلية خلال هذه الأيام، وقاموا أصدقائه بتوثيق لحظة فرحته وسعادته وهو يصارخ وينادي والدته بأعلى صوت عشان يبشرها بتخرجه. خلونا نتابع. أطلقت شركة سناب شات ميزة جديدة عبر تطبيقها وهي ميزة الذكاء الاصطناعي، بمعنى راح يكون للمستخدم محادثة مع ذكاء اصطناعي يقدر يعطيه أوامر وينفذها له. مشاهدينا خلونا نتابع المزيد من الشرح مع صانع المحتوى الرقمي والمهتم في عالم التقنيات عبد الله السبع. وأخيرا ميزة الذكاء الاصطناعي اللي تشبه شات جي بي تي وصلت لتطبيق سناب شات. هو أول حساب راح يطلع لك موجود هنا، طبعا هو راح يطلع للناس اللي مشتركة في تطبيق سناب شات. وش راح يفيدك؟ هذا الشات جي بي تي ونظام ذكاء اصطناعي تقدر تتواصل معه ويعطيك خيارات بسيطة. طبعا مثلا قلت له أهلا، رد علي كيف الحال، قلت له تمام، قال أنا سعيد أني سمعت، ثم وش حالة الطقس بالرياض، قال حسب ما أعرف أنه يبدو
الآن في الرياض طقس صافي، متى مباراة الهلال خلنا نقول مثلا، حلو، متى مباراة الهلال السعودي، أوكي، متى مباراة الهلال السعودي، خلنا نشوف شو يرد علينا جدول مباراة الهلال السعودي في أقطع عليكم بعد الانترنت ونعرف ذلك. يعني هو نظام يساعدك ويسوي على أجوبة. طبعا سناب شات تقول إنه راح يبدأ يتعلم أكثر كل فترة ويساعدك بشكل أكبر، فأنت تقدر تسأل أسئلة كثيرة ويساعدك ويجاوبك عليها، فهو نظام ذكاء اصطناعي. مشاهدينا بهذا الخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، وقبل نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وباقم البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة البحرين عبر تطبيق BHTV and Radio. مع السلامة.